الدكتور سيد عيسى المدير الرياضي لنادي سكه الحديد ومشار، السيد الوزير كامل الوزير وزير النقل. دكتور سيد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عباس، بمسي على حضرتك وعلى الكابتن امير وعلى الساده المشاهدين جميعا. صباح الفل يا كل دكتور. كل سنه مساء الفل يا كابتن امير، ازيك؟ سحرت ولا لسه يا دكتور؟ لا لسه شويه. دكتور سيد، يعني بسم الله ما شاء الله عاملين تناغم كبير جدا، حضرتك ولو حسام وامير عزمي بجهازه الكامل واللاعبين وماشيين بشكل كويس جدا. يعني هي فرقت معاكم بس الماتش الاخير بتاع بتروجيت، كنتوا متصدرين لكن لسه الاماني ممكنه. لا الحمد لله يا كابتن، لسه طبعا لسه بدري، لسه 7 ماتشات وان شاء الله نعوض الماتش الاخير بتاع بتروجيت. هو طبعا كان في سوء توفيق ان كمان الجون جه في توقيت قاتل في الدقيقه 95، فحتى ما قدرناش نعوض، ولكن هي الكرة كده يعني مش هتبقى كلها انتصارات، يعني فيها كده وفيها كده، لكن الحمد لله رب العالمين الفرقه ماشيه بشكل كويس مع الكابتن امير، عاملين نتائج هايله في المركز الثاني، فرق نقطه بيننا وبين زد سهل جدا ان شاء الله انها تتعوض. طبعا اللعيبه زي ما امير كان بيقول ان فعلا احنا من اول الموسم ما خدناش راحه خالص، ما حتى ما حصل راحه بين الدورين، جالنا ماتشين في كاس مصر وكانوا ماتشين قويين جدا مع وادي دجله، وبعد وادي دجله قابلنا زد، والحمد لله وصلنا دور 32 في كاس مصر. اللعيبه عامله يعني مستوى هايل، بنهنيهم وبنحييهم عليه مع الكابتن امير، ولكن في بعض ملاحظات لنا برضو على اللي بيحصل، وعلى لجنه الحكام وعلى التحكيم وعلى الماتشات، الضغط المباريات يعني ما كانتش هتفرق كتير جدا لما نلعب يوم الجمعه ونرجع نلعب يوم الثلاث، ان ماتش يوم الثلاث ده احنا كنا طلبنا انه يتاجل، وللاسف بعد كده لجنه المسابقات اجلت الدوري كله اسبوعين بعد العيد. طب ما احنا كنا ليه ضغطونا وليه؟ طب احنا ممكن نستغل التوقف ده دكتور سيد، زي ما كابتن امير قال هيبقى في معسكر ان شاء الله، نقدر نلتقط الانفاس، نشوف لو في اصابات، في بعض التعديلات في امور معينه، في بعض الاضافات، اعتقد دي تبقى فتره بالنسبه لكم فتره كويسه جدا. ان شاء الله تبقى فتره كويسه جدا الشهر دوت او شهر واسبوع، تبقى فتره كويسه ان احنا نعيد ترتيب اوراقنا تاني ونشوف الفرقه ايه المشاكل اللي عندنا نحلها، الاصابات اللي عندنا برضو ممكن في لعيبه ان شاء الله هترجع مصابين، وهنعمل ان شاء الله معسكر كده قبل نهايه قبل ما الدوري يرجع كده ان شاء الله في الاكاديميه البحريه، وان شاء الله الكابتن امير يقدر يعالج المشاكل دي، لان عندنا 7 ماتشات مهمين جدا جدا يا كابتن، هنشتغل عليهم انهم مباراه. دكتور سيد معلش وقتنا يعني داهمنا، انا كنت سعيد ان حضرتك موجود معانا، كل سنه طيب ونتواصل ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن عباس، وان شاء الله يبقى لكم خير ان شاء الله في الدوري ان شاء الله.